بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، سنواصل اليوم في ميدان الأنشطة الهندسية المقطع إنشاء المقطع الثاني إنشاء أشكال هندسية بسيطة. الموضوع إنشاء رباعيات خاصة. لدينا ثلاث أمثلة أمامنا، أن الشكل A B C D هو عبارة عن رباعي وهو عبارة عن شكل مستوي. هذا الشكل سنتعرف على هذا الشكل A B C D، ثم عن الشكل E F G H، ثم S T V. الرباعي A B C D نلاحظ أن فيه أربع زوايا قائمة، وكل ضلعان متقابلان متقايسان ومتوازيان. إذا A B يوازي D C ويقايسه، والضلع B C يوازي A D ويقايسه. وكذلك بالنسبة للقطران، القطر DB وAC متناسقان ومتقايسان. هذا الرباعي هو مستطيل. ننتقل إلى الشكل الثاني FGH. هذا الشكل الهندسي هو رباعي له ضلعان أضلاعه كلها متقايسة، وبالنسبة للقطران قطراه HF و EG أولا متعامدان ومتناصفان. نلاحظ أن HF ينصف EG و EG ينصف HF. إذا هذا الرباعي هو معين. الشكل الأخير LSTB، هذا الشكل الهندسي هو رباعي نلاحظ فيه أربع زوايا قائمة وكل أضلاعه متقايسة، وقطراه متعامدان ومتقايسان ومتناصفان. نلاحظ أن LT يقايس SV ويناط ومتناصفان. هذا الرباعي هو مربع. الآن سنحاول إنشاء هذه الرباعيات الخاصة. أعزائي التلاميذ، سنبدأ الآن في إنشاء الرباعيات الخاصة. التمرين الأول، أكمل إنشاء المستطيل A B C D الذي بعده A B 6 سنتيمتر و B C 3 سنتيمتر. إذا أمامنا ضلعان للمستطيل، المطلوب منا أن نكمل إنشاء هذا المستطيل، معناه إيجاد النقطة D. لإكمال هذا المستطيل هناك طريقتين، يمكن أن نستعمل الكوس لإنشاء المستطيل. نذهب إلى الرأس C ونرسم مستطيل عمودي على C، عمودي على B C في نقطة C. ننشئ قطعة C D طولها 6 سنتيمتر. إذا هنا وظفنا الزاوية القائمة بالكوس، ثم نرسم قطعة CD طولها 6 سنتيمتر. إذا هذه النقطة التي تحصلنا عليها هي نقطة D. نصب بين النقطتين D و A. للتأكد أن هذا مستطيل، باستعمال الكوس نلاحظ أن الزاوية BAD هي زاوية قائمة، وكذلك الزاوية CDA هي زاوية قائمة. إذا أنشأنا المستطيل ABCD باستعمال الكوس. وهناك أيضا طريقة ثانية، يمكن أن نستعمل المضرب. إذا نعيد وصف المقاييس، لدينا الضلع AB 3 سنتيمتر و BC AB 6 سنتيمتر و BC 3 سنتيمتر.
نقاسي 3 سنتيمتر. بنفس المعطيات سنحاول انشاء المستطيل ABCD لكن ليس باستعمال الكوس وانما باستعمال المضرب. اذا نفتح المضرب اولا بالطول AB اي 6 سنتيمتر. في هذا الانشاء سنوظف خاصيه التوازي. كل ذراعان متقابلان متوازيان ومتقايسان. اذا AB يقايس CD وBC يقايس AD. اذا هذه النقطه التي تحصلنا عليها هي النقطة D. نكمل إنشاء المستطيل A B C D. إذا هذه هي خواص التوازي الأضلاع. كل ضلعان متقابلان متوازيان متقايسان. وبما أن الزاوية B زاوية قائمة فإن الرباعي A B C D هو مستطيل. إذا ننتقل الآن إلى التمرين الثاني. أكمل إنشاء مستطيل R S T V حيث قطره R T 6 سنتيمتر. في هذا التمرين أعطي لنا قطر المستطيل R S T V اللي هو R T. المطلوب منا إكمال إنشاء هذا المستطيل. في هذا التمرين هناك طريقتان ايضا لاكمال رسم المستطيل ال اس تي في حيث سنرسم الان القطره اس في. اولا نعين منتصف القطعه منتصف القطره ال تي ومنتصف القطره ال تي 3 سنتيمتر. نسميه O هو المنتصف مثلا. الآن نرسم قطعة ولا القطر الثاني اللي هو SV بحيث منتصفه النقطة O. نرسم القطر الثاني SV منتصفه النقطة O أي 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر. إذا هذا هو القطر S V ونصل الآن بين النقط. إذا نكون قد أنهينا إنشاء مستطيل ال اس تي في انطلاقا من قطره ال تي، وهنا وضفنا خاصية القطران. هناك أيضا طريقة ثانية يمكن في إكمال هذا المستطيل أن نستعمل المضرب. سنلاحظ مع بعض الطريقة الثانية. إذن هذه المقاييس عندنا القطر R T 6 سنتيمتر. المطلوب منا أن نكمل إنشاء المستطيل R S T V انطلاقا من قطره R T. أولا علينا أن نعين منتصف القطر R T 3 سنتيمتر نسميه O مثلا O. ثم نرسم مستقيم يشمل النقطة O أي مستقيم
المستوي أرسم مستقيم يشمل النقطة O. ثم باستخدام المدور نرسم دائرة مركزها O ونصف قطرها OR مثلا أو OT. إذن هذه الدائرة تشمل المستقيم في نقطتان، هذان النقطتان هما النقطتان S و V، ونكمل إنشاء المستطيل S T V. كما أنه يمكننا في هذا الإنشاء أن نرسم فقط قوسين وليس دائرة كبرى، نرسم قوس مركزه O، قوس مركزه O ونصف قطعه AT يشمل المستقيم في النقطة S، وقوس آخر مركزه O ونصف قطعه OT يشمل المستقيم في النقطة V.